كار الكلمة أحيلها إلى زميلي حمد بن محمد الزعبي. منها من بنات الصيد مرتابة، طولها في الرقاب وفي غواربها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة الأفاضل، نرحب بكم ونجدد بحضراتكم بالترحيب في هذا المحلي الثالث وفي مرحلته الثانية وفي هذه المنافسات المخصصة للثنايا سواء البكار أو القعدان. نبدأ مشاهدينا الكرام في أشواطنا العامة لهذه الفترة الصباحية وفي أول أيام وتحديات هذه المرحلة. نبدأ ونتعرف وإياكم على المركز الأول. من تحتل المركز الأول مشاهدين الكرام في هذا الشوط الخامس الذي نشاهده وإياكم على شاشة التلفزيون؟ من تحتل المركز الأول الطيارة لسالم بن عنزان النعيمي. نتابع وإياكم المركز الثاني. من تصل في المركز الثاني يمصيحة لناصر بن جابر المري. من تأتي ثانيا نتابع وإياكم المركز الثالث. القدوم والوصول مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الثالث من هملولة للسيد أحمد بن سلمان المنصوري. من تأتي على المركز الثالث نتابع وإياكم المركز الرابع. الساعية تأتي على المركز الرابع، تعود ملكيتها للسيد محمد بن بيشان العجمي. من تأتي في المركز الرابع نتابع وإياكم المركز الخامس. وصلت في المركز الخامس مقامرة، تعود ملكيتها للمقامرة محمد بن علي بن مبارك الكاموخة. هكذا مشاهدينا الكرام أيها الإخوة أينما كنتم، مشاهدي قناة الريان الفضائية ومستمعينا عبر الراديو، نتابع وإياكم هذا النداء الأول للخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. أتممناها على حضراتكم كاملة مكملة والكمال لله. نعود وإياكم، نعود إلى شعار بن عنزان. شعار بن عنزان على ظهر الطيارة سالم بن عنزان النعيمي، هو من يتحكم في هذا المسار الأول وفي صدارة هذا الشوط، ولكن أرى القدوم وأيضا التجاوز في هذه اللحظات أيها الإخوة من قبل هملولة للسيد أحمد بن سلمان المنصوري. يالله هذه قيرت هملولة مشاهدينا الكرام واحتلت المركز الأول وقيرت هذا المسار من صالحها، تعود ملكية هملولة لأحمد بن سلمان المنصوري، بينما تتراجع هنا في المركز الثاني الطيارة لسالم بن عنزان النعيمي. المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث الساعية تصل في المركز الثالث، تعود ملكيتها للسيد محمد بن بيشان العجمي. نقلتنا التالية على المركز الرابع، تصل في المركز الرابع مقامرة للسيد محمد بن علي بن مبارك الكاموخة. ينخطف المركز الرابع مشاهدينا الكرام من قبل مصيحة لناصر بن جابر المري. ناصر بن جابر المري يختطف المركز الرابع مع مصيحة ومع انطلاقة مصيحة. نتابع المركز الخامس، القدوم والوصول على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات من الشايبة للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. الله، هذا ندائنا الثاني مشاهدينا الكرام. مسافتنا تنتصف في هذا المكان، 3 كيلو يتبقى لنا و3 كيلو أيضا نقطعها مشاهدين الأفاضل. وهذه المقدمة، المقدمة والصدارة مع هملولة، هملولة لأحمد بن سلمان المنصوري، هي من تتقدم هذه الجموع وتتحكم في المسار الأول. هذه هملولة مشاهدين الكرام، الله، السلالة الهملولية هذه تفرض نفسها بنفسها، ولكن هناك التغيير من الجانب الأيمن مع فيصل بن طالب بن شريم المري. الشايبة قيرت مشاهدين الكرام، الشايبة قيرت واحتلت المركز الأول لفيصل بن طالب بن شريم المري. نتابع وإياكم بن بيشان محمد بن بيشان العجمي مع الساعية،
ومع سلالة الساعي من تحتل المركز الثاني، بينما هنا في المركز الثالث تتراجع هملولة لأحمد بن سلمان المنصوري، هي من تتراجع إلى مستوى المركز الثالث. يصل في هذه اللحظات شعار السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على ظهر اهتمام أيها الإخوة، تغير من المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن هنا القدوم على مستوى المركز الثالث، القدوم والوصول مشاهدين الكرام. وصلت هنا صدمة للسيد محمد بن علي بن مثيب، هي من غيرت واحتلت المركز الثاني في هذه اللحظة. الله، إذا مشاهدين الكرام ننتقل ونتعرف على المركز الخامس. وصلت هنا في المركز الخامس مشاهدين الكرام قصايد للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هكذا ندائنا مشاهدين الكرام، ندائنا الثالث أتممناه على حضراتكم، ونتجاوز مشاهدين الكرام لائحة 2 كيلومتر الأخيرة. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، هكذا هذا المسار، وهكذا أيها الإخوة هذه الأسماء المتقدمة بقيادة الشايبة. الشايبة هي من تتقدم، الشايبة مشاهدين الكرام لم تصدر عليها الأوامر، لم تصدر عليها التعليمات، الشايبة تعود ملكيتها لفيصل بن طالب بن شريم المري. بينما هنا في المركز الثاني يصل شعار بن مثيب محمد بن علي بن مثيب مع صدمة في المركز الثاني. الله، 1500 متر يا بن مثيب، يصل هنا المحترف مشاهدين الكرام، يصل من عمق الميدان ويتدخل على مستوى المركز الثالث. الله، التماس فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين، تأتي وتتدخل على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، وصلت هنا اهتمام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والمركز الخامس قصايد أيضا بنفس الشعار ونفس المالك محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. 1200 على النهاية مشاهدين الكرام. الشايبة في المركز الأول، الشايبة لفيصل بن طالب بن شريم، هذه الشايبة مشاهدين الأفاضل لم تصدر عليها الأوامر، لم تصدر عليها التعليمات، ولكن فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين أراه يتحرك في المركز الثاني، وأرى بن مثيب محمد بن علي بن مثيب مع صدمة. الله، يا سلام يا سلام يا الشايبة، الشايبة لفيصل بن طالب بن شريم مع مضمر القرن فيصل بن طالب. الله، هذه الشايبة مشاهدين الأفاضل تحافظ على هذا المستوى، تحافظ على هذا الأداء. الله، يا الشايبة فيصل بن طالب بن شريم لا زال محتفظ ومحافظا على هذا المستوى، ولكن صدمة تتحرك في المركز الثاني. صدمة مشاهدين الكرام للسيد محمد بن علي بن مثيب هنا في المركز الثاني والمركز الثالث، القدوم من اهتمام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع يتصل في هذه اللحظات بشاير عامر بن سعد الرفادة. المركز الخامس، وصلت حفلة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري فيصل بن طالب، ولكن صدمة بن مثيب مشاهدين الكرام مع صدمة في المركز الثاني. الله الله، الشايبة لفيصل بن طالب بن شريم، وهنا صدمة لبن مثيب محمد بن علي بن مثيب، وهنا المركز الثالث، القدوم من اهتمام. الله، يا اهتمام، هذه اهتمام مشاهدين الكرام، اهتمام، ولكن هناك من الجانب الأيمن حفلة لنفس الشعار ونفس المالك. الله، صدمة عادت مرة أخرى، صدمة مشاهدين الكرام، ولكن حفلة تهانينا لمالكها السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثاني. وصلت صدمة للسيد محمد بن علي بن مثيب المري المركز الثالث. يصل في المركز الثالث شعار السيد فيصل بن طالب بن شريم على ظهر الشايبة، أما المركز الرابع فوصلت اهتمام للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والمركز الخامس وصلت في المركز الخامس بشاير للسيد عامر بن سعد الرفادة. أيها الإخوة الأفاضل، هكذا كان هذا التحدي وكانت هذه المنافسة مشاهدين الكرام، بينما أتت حفلة في 200 متر الأخيرة وانتزعت هذا الناموس 9:39.7 من الثانية، هذا توقيت حفلة من مسافة 6 كيلومتر. تهانينا لمالكها السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثاني. صدمة
أيضا تشكر على هذا العرض. 9 دقائق 40 ثانية جزئين من الثانية. نهني مالك صدمة السيد محمد بن علي بن مثيب المري على فوزه بالمركز الثالث. أما المركز المركز الثالث فوصلت الشايبة 9 دقائق 40 ثانية 7 أجزاء من الثانية. نهني فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز الشايبة بالمركز.